بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل ابو الرحمن. كابتن عاجبك اللي حصل يا كابتن من الحكم؟ شوف يا كابتن ايمن، قبل المباراه وانا وقفت هنا مع حضرتك وقلت لك الحكم مغمور ملوش خبرات، مش هيدي المباراه اللي هو يلعبها كابتن ماهر، مباراه صعبه جدا عليه، وان كانت المباراه في الملعب سهله، ولكن احنا بنتكلم على قراراته الفنيه. اولا قرارات فنيه خاطئه، تحركات وتمركزات خاطئه جدا جدا. يعني انا النهارده لو مسؤول في اللجنه الفنيه في اتحاد الكره وعندي حكم ثلاث مرات يا كابتن اسامه، يا كابتن اسامه تيجي الكره فيه تصطدم فيه ثلاث مرات هوقفه، ده حكم درجه ثالثه او ثانيه. ما بالك ده حكم في النخبه، يعني انت يا كابتن ايمن، ده حكم في النخبه ثلاث مرات يا كابتن ماهر الكره بتصطدم. ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ اولا ولا توقع ولا قراءه ولا قرارات فنيه، ده مش هو بس، ده هو وحكمه الفار اللي هي ماريا ريفيت الحكمه من موريشيوس. انا هوريك ثلاث لقطات وهم هيترجموا كل الكلام ده يا كابتن ايمن. خلينا نروح لاول لقطه اللي هي اللقطه المهمه في الدقيقه 90. ماريا ريفيت شاهد ما شافش حاجه يا كابتن ايمن، شاهد ما شافش حاجه والحكم لم يتخذ اي قرار. نشوف يا كابتن، هنا الكره بتعمل اوفر لبيرسيتاو. في هذه الحاله هو راجل بيبتدي يسند عشان يستقبل الكره وياخدها، هنا ايدين الاثنين للاعب صن داونز. ايوه الدفع. طب حد يقول لي يا كابتن ايمن الماده 12 ايه هو الدفع اللي موجود فيه؟ الدفع دفع المنافس، اللي هو تدفع المنافس بايد الاثنين، وهنا حصل السقوط. الدفع موجود جدا جدا، ولو معانا الحاله يا كابتن ايمن، حاله مش عايز اقول لك دي، ده خطا فادح جدا جدا. هي الصوره متثبته دلوقتي كده افضل. هنا باينة. هنا الدفع موجود بايد الاثنين يا كابتن، الايد طلعت من الجسم صح، خدت السوسته كابتن ماهر. عارف لو الايد ما طلعتش يا كابتن ماهر وفضلت زي ما هي كده، انما الايد خدت سوسته عملت الدفع. هنا بنتكلم في القانون، الدفع هو في القانون ايه؟ ركله حره مرشحه لو كان المخالفه خارج منطقه الجزاء، ركله الجزاء لو كانت المخالفه داخل منطقه الجزاء. هنا السؤال، لو انا النهارده بتكلم على الفار، لا يا جماعه الفار هنا النهارده موجود ومش موجود. يا اما الفار، يا اما الفار يا كابتن ايمن في عطل. لان هذه الحاله حاله انا بقول خطا فادح من ماريا ريبيت اللي هي محكمه الفار اللي ما جابتش الحكم، والغريب ان الحكم ما عادش، المخرج ما عادش. المخرج ما عادش اللعبه خالص. ايوه كابتن. ومش دي بس، اكتر من لعبه كابتن شريف ما تبتعش النادي الاهلي. وده سؤال صحيح. محيرني. صحيح. يعني حتى تسللات. هو ايه الجديد علينا؟ طول عمرنا كده. مالناش باع في افريقيا والبطوله انها تتعمل بالشكل ده، برضه عايزين يقتنصوا منك اي شيء. بص يا كابتن شريف، باي شكل يا كابتن. كويس، احنا عارفين اللي احنا فيه ده، ده غير السيول اللي انت شفتها والظروف اللي هي مواكبه لكل ده. فواضح جدا ان احنا هنفضل طول حياتنا عايشين في ده، مش هتبقى لا اول ولا اخر مره. بص يا كابتن شريف، احنا قلنا دايما احنا هنا بنفصل ما بين الاداء يا كابتن الفني للاعبين وحق الفريق. انت بتتكلم في الدقيقه 90 ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب بسبب الفار، بسبب الحكم. لا انت تديني حق ومالكش دعوه بيه، سواء اديت او ما اديتش، ادي حق الفريق. وده انا اللي قلته كابتن ايمن معاك في بدايه المباراه، قلت لك ان الحكم شخصيه مش موجوده، بقول ان فنياته قليله، ملوش خبرات ابدا في مثل هذه المباراه. المباراه سهله على فكره، سهله جدا، سهله تحكيميا، ولكن هو اخطاء الحكم صعبت المباراه عليه. دي ركله جزاء لم تحتسب بسبب الفار، ماريا لم تشاهد، واعتقد ان هي ما كانتش موجوده. نروح للحلقه بعد كده المهمه وهوريك حاجه مهمه. هنا يا كابتن انا مش هتكلم يا كابتن عادل، كابتن شريف، يا كابتن ماهر، دي طرد، دي واضحه هنا جدا. يعني انا اسال سؤال، فين القرار وفين الانذار وفين البطاقه؟ صحيح. ده دليل على ايه؟ حاجه من الاثنين، يا انت شايف مش عاوز تحسب، يا انت فنيا قليل ضعيف، ما عنديش اي خيار تاني يا كابتن ايمن. الكره دي سبب أيوة، لو فنيا ضعيف الفار يديله، دي فيها، ولو فنيا ضعيف ما يجيش في المباراه دي يا كابتن عادل، المباراه دي اكبر منه. فينا جون، الكره دي بقت علينا احنا وكانت هتخش جون. دي هنا حصل منها مخالفه يا كابتن ايمن، انا بس بوريك الاخطاء. هذه مخالفه لم تحتسب ولم تشهر فيها البطاقه. هذا قرار مين؟ هذا قرار الحكم اللي هو تقريبا فنيا ضعيف جدا جدا جدا. بطاقه كابتن ناصر هنا بطاقه صفراء ولا احمر؟ كابتن هنا كمان في حاجه، ده انا بقول اضعف الايمان
الصفرة تطلع ده ما طلعش الصفرة يا كابتن ماهر. الصفرة مش هيروح انا بضعف الايمان ولكن هنا لو الخطأ لو الاستاذ رايح بقوه هو اصلا حسبها لا ما حسبش اللعبه يا كابتن بقول لك ما هو لم يحتسب اللعبه والانذار اللي لم يشرح ما حسبش هو كابتن ناصر في نقطه اتفضل هو دي هو ما حسبهاش خالص هو مش معتبرها فاول بس دي ترتقي لاحمر عشان رجله عاليه تمام صح كابتن يبقى الفار يجيبه عشان الاحمر بالظبط هقول لك على حاجه مهمه كده احنا قلنا الستارز يا كابتن لما بيروح فوق الحذاء احنا قلنا ليه الحذاء فوق الحذاء ليه الحذاء بيحمي القدم مظبوط تمام يا كابتن ماهر الحذاء بيحمي المنطقه اللي هو القدم فوق الحذاء منطقه مش محميه لما الستارز يروح في فوق في القصبه او في الانكل من فوق بهذا الشكل لابد ان الفار يستدعي الحكم خلي بالك انا اجيب لك حالات وحالات كتير جدا لو احنا قعدنا نحكي على الحكم حالات في التوقع وفي التمركز تعال نروح للحاله اللي جايه تعال نروح للحاله الجايه ونشوف طبعا هنا مخالفه رقم 25 اللي كانت في بدايه انا قلت حكم شجاع هذا اللاعب 25 ارتكب ثلاث مخالفات عمل فاول ثاني بعد كده مظبوط طب فين البطاقه الثانيه مظبوط بجد يا كابتن مال بجد انا 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 بجد بتكلم بجد انت طلعت شجاع واشهرت البطاقه نتيجه استخدام المرفق او الذراع طب هذا اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات على مدار شوطي لقاء مفيش الثانيه الصفرة ما طلعتش انت شفت الجول لما مسكه وقعد يهدي فيه عشان ما يروحش على محمد طاهر قال له انت واخد انذار واخد انذار بالظبط كده بالظبط كده تعالى بص يا كابتن انا عندي لقطه برضك يا كابتن تلخص كل الكلام ده بس يا ريت تجيب لي اللاعب وهو بيعترض على الحكم تحس ان اللاعب هو الحكم والحكم هو اللاعب يا كابتن يعني شوف لا انا عندي لقطه يعني اللاعب صن داونز وهو بيعترض اللي هو بايدين الاثنين تعالى يا كابتن بيهدده فين شخصيه الحكم؟ سؤال انا لو حكم ولاعب بهذا الشكل على الاقل بطاقه صفراء بطاقه صفراء انت بتحس ان الحكم بيدي تعليمات اللاعب بيدي تعليمات الحكم الحكم فين الشخصيه؟ الشخصيه مش موجوده، قرارات فنيه مش موجوده، توقع وقراءه مش موجودين، خطا مؤثر في نتيجه المباراه كابتن عادل، عدم احتساب خطا مؤثر تماما طبعًا. تماما نتكلم على خطا هدف 1-1 يخلي الدنيا تتغير. تعال اوريك اخر حالتين او اخر حاله عشان نبقى تعالى يا كابتن. والله لو هذا الحكم في الدوري المصري لتم ايقافه على الاقل 4 أسابيع. ليه؟ دي ما اتكررتش مره واحده يا كابتن. ثلاث مرات تتكرر مع الحكم، انا مش متجنن عليه ولكن لما نبقى نيجي الحكم توقع ما فيش، قراءه ما فيش، قرارات فنيه ما فيش، شخصيه ما فيش، وبتدير باللقاء من اهم اللقاءات اللي موجوده في هذا الدور، لا في مشاكل تحكيميه وانا بقول النهارده التحكيم لم يكن على الحياد والنادي الاهلي له ركله جزاء واضحه جدا اثرت في نتيجه المباراه، نتيجه عدم وجود بقول من رايي الفار ما كانش موجود النهارده كابتن شاهد ما شافش حاجه ماريا ريفيت الحكم من مرشس. الحاجه الثانيه هو معنى ان لعيبه النادي الاهلي ناس مؤدبه وناس لا تعترض. يعني لعبه بس ده كابتن عادل لو اللعيبه راحت اعترضت وادت احقاق اللي يعني اللعيبه ما بتعترضش. وطلبت الفار كمان يا كابتن. وكانت طلبت الفار. بالظبط. ولكن اللعيبه يعني بتثق في الحكم. ولكن الحكم النهارده لم يكن على المستوى. مستوى الحدث. عيسى سي عندنا الحكم السنغالي في اللقاء اللي جاي. اتمنى عيسى سي يؤدي وان شاء الله النادي الاهلي هيعوض. ان شاء الله باذن الله. وهيفوز وهيعدي وان شاء الله النادي الاهلي قادر على ان هو يتحدى الكل. ان شاء الله. كده. سواء صن داونز او الحكام. توفيق ربنا باذن الله ان شاء الله قادر على تخطي ان شاء الله صن داونز باذن الله شكرا كابتن ناصر شرفتك شكرا كابتن الله يخليك